في طريقة خروج المغلوب من مرتين. طريقة خروج المغلوب من مرتين برضه هنقسم الشكل، طريقة تجهيزها يعني أو طريقة المراحل تنظيمها. هنعمل برضه أقواس، وهنبدأ برضه الفرق اللي هتفوز هتمشي ناحية الشمال، والفرق اللي هتهزم هتروح ناحية اليمين. الملحوظة بقى هنا إن الفرق اللي هتروح ناحية اليمين مش معنى كده إن هي خسرت وطلعت، لا، ده ليها فرصة إن هي تفوز بالبطولة. خلي بالك من كلامي ان انا بقول لك ان هي تفوز بالبطوله، ما تفوزش ببطوله الطرديه، لان هنا مفيش بطل للطرديه. هنا يا اما انت فائز بالبطوله يا اما انت خسرت البطوله وروحت. بس ليك فرصه ان انت لو خسرت مره ان انت تعوض وتكسب بقيه المباريات وتلعب النهائي وتكسب بالبطوله عادي، مفيش مشكله. طيب، في طريقتين لتنفيذ خروج المغلوب من مرتين. في طريقة العادية بتاعتنا ودي اللي هنشرحها دلوقتي في الفيديو، وفي الطريقة بتاعة المزج، تمام، خروج المغلوب برضو من مرتين بس بطريقة المزج، ودي بننزل فيها ما بين النص اللي تحت في الجدول والنص اللي فوق في الجدول. يعني الفريق اللي بيخسر بيبدأ بدل ما هو كان بيروح النص الأولاني يروح للنص الأولاني، لا، بيبدأ يروح للنص التاني، والنص التاني بدل ما هو كان بيخسر يروح للنص التاني، لا، بيطلع للنص الأولاني اللي فوق، وبرضه نشرحها في الفيديو. نتكلم عن خروج المغلوب من مرتين. خلي بالك بقى من طريقة خروج المغلوب من مرتين علشان خاطر هي قريبة شوية من الطردية، بس فيها اختلاف يعني. اهو خروج المغلوب من مرتين. هما 8 فرق، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. زي ما اتفقنا بنقسم من نص الجدول، الشمال بتاعنا ملناش دعوة بيه اهو، ويمينه زي ما احنا برضو ماشيين. هنا بقى هلعب برضو مباراة شمال اهي، ادي 1 وادي 3 وادي 4 وادي 5 وادي 7، الناحية التانية 2، الناحية التانية 4، الناحية التانية 6، وادي 8. كمل مبارياتك هنا ناحية الشمال، ادي 1 وادي 5. لاحظ ان انا هنا ما قلتش الشمال فايز بالبطوله ويمين فايز بالطرديه، لان هنا الطرديه ما فيش حاجه اسمها طرديه او فايز بالطرديه، هنا الفايز بيكون فايز بالبطوله على طول، تمام. عندي هنا الاثنين والاربعه اهو هيلعبوا بعض، والسته والثمانيه هيلعبوا بعض، يطلع من هنا مين؟ الاثنين، ويطلع من هنا 8. الثلاثة اللي خسرت هتروح تلاعب الاثنين اهو، والسبعة اللي خسرت هتروح تلاعب الثمانية. طلع من هنا فريق ومن هنا فريق اهو، وليكن هنا الاثنين من هنا الثمانية. نبدأ نرجع ايه تاني؟ نلعب ناحية الشمال، اطلعي من هنا 1، هنقفل دول يلعبوا مع بعض، اطلعي من هنا الاثنين مثلا، خلاص يجي لي من هنا بقى ايه الخمسه، تروح جاري هناك تلعب مع الاثنين. في اختلاف ما بينها وما بين الطرديه، كسب الاثنين، الاثنين مثلا كسبت، الاثنين كسبت الخمسه كده، الاثنين خسرت ماتش، لسه لها ماتش كمان ما خسرتوش، هتنزل تيجي من هنا بقى كده وتلاعب الواحد، الواحد كسب كل ماتشاته بس لسه ما لعبش مع ايه، لسه الاثنين ما خسرتش كل ماتشاته، هيلعبوا مع بعض الاثنين مع الخمسه مع الواحد قصدي. لو الواحد كسب هو كده الفائز بالبطوله، لان الاثنين كده خسرت مرتين. طب لو الاثنين هي اللي كسبت يحصل ايه؟ يحصل ان احنا هنلعب مباراه فيصل ما
ما بين واحد واثنين، لان اصبح كل واحد فيهم خسران مباراه، لازم يخسر المباراه الثانيه. اللي يكسب فيهم سواء بقى واحد او اثنين هو الفائز بالبطوله. حلو الكلام؟ طيب القانون بتاعها كان بيقول ايه؟ الاثنين في نون ناقص واحد. تلات، خلي بالك من القوس علشان خاطر القوس بيفرق كتير. هنا اثنين في تمن فرق ناقص واحد. خلي بالك انا بخلص اللي جوه القوس الاول، يبقى سبعة، يبقى الاثنين في السبعة بتساوي 14 مباراة. ده في حالة ايه؟ ان البطل هو اللي كسبان، يعني احنا ما اضطرناش ان احنا نلعب مباراة فيصل. طيب في حالة ان انا اضطريت العب مباراة فيصل، هجمع عليهم مباراة كمان، يبقى عددهم كام؟ 15. يبقى هنا في حالة ان هو لم يهزم، في حالة ان البطل هزم المباراة بجمع له المباراة بتاعته ويبقى 15. تعالى نحسب الكلام ده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 هل 8 9 وادي العشرة اللي هو التلاتة اللي جات له هنا، وادي 11، وادي 12 اهو. في مباراة هنا هي ما حسبناهاش اهي، تمام. يبقى كده كام؟ 13. وادي المباراة اللي هي ما بين الاثنين والواحد، المباراة اللي ما بين الاثنين والواحد، يبقى كام؟ 14. وادي المباراة الفيصل في حالة ان احنا قلنا البطل اتهزم خسر المباراة، يبقى كام؟ 15. اظن كده الموضوع واضح. طيب في طريقة تانية في حوار الخروج المغلوب من مرتين، هي نفس الكلام. 1 2 3 4 5 6 7 8 طبعا انتوا عارفين الفصل اللي انا بحطه ده ايه، زي ما احنا قلنا علشان خاطر في حاله الاستبقاء وفي حاله التوجيه والحوارات دي كلها يبقى عارف ان انا نص الجدول فوق ونص الجدول تحت. بوزع برضه واحد مبارياتنا عادي، دي غلطه معلش، ده مش عادي مباريات الناحية دي، ادي الناحية دي اهو، طلع مباراة هنا، واحد هنا، اتنين هنا، تلاتة هنا، اربعة هنا، خمسة هنا، ستة هنا، سبعة هنا، تمانية. الاتنين والاربعة اهو، واحد وتلاتة، واحد كسب يبقى هنا الاتنين مثلا كسبت، وهنا الخمسة كسبت، هنا التمانية هي اللي كسبت. هنا بقى التلاتة خسرت أول مباراة كنا بناخدها وبنروح هنا، لا المرة دي هنعكس، هناخدها وننزل هنا. ودي الطريقة بتاعت المزج بقى، إن أنا بمزج ما بين النص اللي فوق والنص اللي تحت مع بعض لما بيجي يخسر وبيكسب اهو، واخد بتاع السبعه ده اطلع بيه العبه مع مين؟ مع الاثنين اللي فوق. يبقى انا كده عكست النص اللي فوق مع النص اللي تحت والنص اللي تحت مع النص اللي فوق، طلع من هنا وليكن سبعه، طلع من هنا الثمانيه. الاثنين دول هيلعبوا بعض بس بعد ما ايه؟ الواحد يكون كسب، يبقى معانا الخمسه، دول يلعبوا بعض، اطلع لي السبعة ماشي، اخد الخمسة اوديها هناك، تروح لهم هناك اهي، تلعب معاهم مباراة، يطلع وليكن السبعة في النهاية هو اللي واخد الناحية دي، اخده عشان خاطر ما لعبش ما خسرش غير مباراة واحدة، ولاعبه مع مين؟ مع واحد. يبقى هنا السبعة هتلاعب الواحد اهو، ويطلع منهم ايه؟ لو واحد هو اللي كسبان زي ما قلنا يبقى خلاص هو كده كسب كل الماتشات وما خسرش ولا مباراة. لو لا قدر الله خسر يبقى هنا نمشيها ايه؟ نلعب تاني 7-1، واللي يكسب منهم هو اللي فائز بالبطوله. نفس القانون ما اختلفش في اي حاجه.
الباي زي ما احنا قلنا الباي بنشيل الفرقه، بنشيل فرقه من دول مثلا اهي وليكن باي، وادي الفرقه دي باي خلاص، وبرضه بنمشي والقانون، القانون بتاعها في حاله المستبطين هو هو ما بيتغيرش، نفس القانون اللي هو 2 فيفتح قوس نون ناقص 1، ده في حاله ان البطل لم يهزم. في حاله ان البطل هزم يبقى 2 في نون ناقص 1 ويقفل القوس زائد 1. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن قانون خروج المغلوب من مرتين. ركز معايا بقى في قانون خروج المغلوب من مرتين. لو انت هتستخدم الاله الحاسبه تمام، فخلي بالك ان انت هتكتب 2 في وتفتح قوس وتكتب عدد الفرق المشاركه ناقص 1 وتقفل القوس. لو انت حسبتها تعال نحسبها، مثلا عندنا عدد الفرق المشاركه 8، يبقى 2 في وافتح القوس 8 ناقص 1 واقفل القوس، يبقى 8 ناقص 1 7 تمام، لان انا اللي جوه القوس بحسبه الاول وبعدين اضربه في الرقم اللي بره يبقى 7، واضرب الاثنين فيها يبقى اديني كام؟ 14، يبقى انا عندي هنا 14 مباراه. طيب لو انت غلطت، لو انت غلطت وجددت 2 في نون ناقص 1، يعني كتبت في الاله الحاسبه كده بالظبط 2 في 7 ناقص 1، الاله الحاسبه هتحسبها بالمنظر ده، 2 في 7 2 في 2 في 8 ناقص 1. الاله الحاسبه هتحسبها في الوضع ده 2 في 8 ب 16 ناقص 1 يديني 15. طبعا 15 الناتج غلط. انا عندي 14 مباراه، جت منين المباراه الزياده؟ في ان انت حسبت بالاله الحاسبه غلط وعملت الحسبه غلط. فانت ركز في القانون كويس، القانون بيقول لك 2 في وافتح قوس نون ناقص 1. طيب دي في حاله ان البطل اللي فاز بالبطوله ما خسرش ولا مباراه. هتقولي طب هو في بطل بيخسر؟ هقول لك في حوار الخروج المغلوب من مرتين ممكن البطل يكون خسر مباراه، وقلنا دي من ضمن مميزاتها علشان خاطر كده بتكون افضل شويه، من يعني تديك فرصه ان انت ايه تكسب رغم ان انت خسرت ماتش. فهيكون القانون بتاعنا هو هو بس هنجمع عليه 1 زائد 1 علشان خاطر نجمع المباراه الزياده. يبقى قانوننا القانون بتاعنا في حاله هزيمة البطل مباراة عبارة عن 2 افتح قوس نون ناقص 1 واقفل القوس زائد 1. في حالة المستبقين بنمشي برضه بنفس طريقة التغذية البسيطة والتغذية المركبة وخروج المغلوب من مرة، هنمشيها برضه بنفس طريقة خروج المغلوب من مرتين، برضه بنوزع نفس التوزيعة ونفس الجدول ونفس الشكل، والقانون هنا ثابت ما بيتغيرش. برضه هو 2 في افتح قوس نون ناقص 1 واقفل القوس وبيساوي، يعني انا لو عندي 6 فرق مشاركه يبقى 2 في 6 ناقص 1 اللي هي ب5 في الاثنين اللي بره القوس، ادينا عندي كده 10 مباريات. طيب فهل ان هو خسر مباراه، البطل خسر مباراه، يبقى زائد 1 ويساوي ايه؟ 11 مباراه. هنتكلم دلوقتي عن مميزات وعيوب خروج المغلوب من مرتين. في خروج المغلوب من مرتين الميزه بتاعتها ان هي اعدل شويه من خروج المغلوب من مره واحده، لانها تديك فرصه ان انت تفوز بالبطوله رغم ان انت خسرت ماتش. بتحل مشكله خروج المغلوب من مره واحده اللي هو في الدور الاولاني بخسر نص الفرق اللي كانت مشاركه عندي في البطوله، يعني فريق لسه اول ماتش يلعب وخسر وهيروح. لا، هنا في خروج المغلوب من مرتين الميزه ان انت لو خسرت ليك فرصه ان انت تلعب تاني وتستمر وان انت برضه تكسب ايه؟ البطوله. بتحل برضه مشكله ان انت ممكن تبقى فريق قوي فتخسر مباراه فتروح، لا هنا بقى بتحل المشكله دي، ان انت ممكن يبقى عندك سوء حظ او عندك لاعب مصاب او عندك حاجه لا قدر الله او عندك اجهاد طالع من البطوله فجاي تشارك في البطوله دي فعندك اجهاد فلعبت اول ماتش فخسرت، فانت كده خلاص خسرت وروحت. لا، هو هنا بتديك فرصه هنا ان انت تحسن من مستواك وان انت ترجع تاخد البطوله وتكسب البطوله عادي ومفيش اي مشكله. عيوبها بقى، عيوب طريقه خروج المغلوب من مرتين ان هي بتستهلك وقت اكبر من خروج المغلوب من مره واحده، وخصوصا الموضوع ده لو حصل ان انت عندك عدد المشاركين في البطوله كبير، يعني عدد كبير من المشاركين في البطوله هتلاقي عندك الوقت بقى كبير وعدد المباريات كتير وانت عايز تخلص، يعني فهتلاقي الموضوع هنا فيه زحمه شويه. بتستهلك يعني بتستهلك فلوس كتير ان انت برضه عشان خاطر تنظم بطوله زي دي عايز ملاعب
عدد الملاعب يكون اكتر، عدد الاداريين بتوع البطوله يكونوا اكتر، عدد الحكام بتوع البطوله برضه يكون لازم يكون اكتر. فانت طبعا بتستهلك منك موارد ماديه وموارد بشريه وامكانيات اكبر من خروج المجهود من مره واحده. من عيوبها ان الفرق المشتته ممكن يحصل عندها نوع من انواع اللخبطه، ما تبقاش فاهمه البطوله ماشيه ازاي، ان هو يعني ما بيبقاش مقتنع شويه بفكره ان هو يخسر فهيلعب تاني فيكسب البطوله، مش حاسسها، او احنا ما شفناهاش كتير او ما اتنفذتش كتير. فطبعا بيبقى الموضوع بالنسبه للمشاركين بيبقى صعب، بالنسبه للاداريين والحكام يعني بالنسبه للاداريين برضو بيبقى الموضوع لما بيجي ينفذه ما بيبقاش يعني مستوعب الموضوع قوي في البدايه. المشاهد نفسه اللي بيتفرج على البطوله بيبقى عنده نوع من انواع اللي هو انا فرقتي خسرت ودي بطوله خروج مغلوب، يعني خلاص خسر فهيروح. لا، ما بيبقاش فاهم فكره ان هو ممكن يلعب مباراه كمان ويعوض ويدانه مستمر لحد ما يفوز بالبطوله. فبيبقى في نوع من انواع التوهان بالنسبه للناس اللي بتتفرج عليها او الاداريين او اللاعبين. اخر حاجة هنتكلم فيها طريقة خروج المغلوب من 3 مرات. طريقة خروج المغلوب من 3 او 4 او 5 او 6، اي بقى رقم يجي في بالك، نقط 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 لما لا نهاية. خلاص، خسر 3، خسر 4، خسر 5، خسر 6، مش مشكلة. طبعا يعني الجدول بتاعها بيبقى رخم فمش هنعمله، لان الجدول بتاعها بيبقى عباره عن ايه، ان انت بتعمل جدول خروج مغلوب من مرتين وبعدين تاخد تعمل جدول تاني تحتيه جدول جديد علشان خاطر تعمل الخروج المغلوب للمره الثالثه، وبعديهم بتاخدهم بتعملها للمره الرابعه والمره الخامسه وهكذا. فيعني ايه، هو عموما كده كده ما بيتشرحش وما بيختلفش يعني، فخلينا ايه نشرحها بس. القانون بتاعها بيقول لك مجموع عدد المباريات بيساوي نون في لام نون في لام ناقص 1. ايه هي النون؟ قلنا هي عدد الفرق المشاركه. لو احنا قلنا 8 تمام، في عدد الفرق المشاركه عندي 3، اقفل القوس عليهم، ناقص 1 بيساوي كام؟ 8 في 3 ب 24، ناقص 1 23. يبقى عندي هنا 23 مباراة. ده في حالة ايه؟ في حالة ان البطل هزم مرتين. في حالة ان البطل هزم مرتين، عشان احنا بنلعب ايه من 3 مرات، فهو استنفذ المرتين بتوعه. طيب في حالة ان البطل ما خسرش ولا مباراة، في حالة مثلا ان البطل خسر مباراة واحدة، هطرح من عدد المباريات دي مباراة، يبقى 22 مباراة. طب في حالة ان هو ما خسرش، يبقى ال 22 مباراة دول هطرح منهم مباراة، يديني 21 مباراة. كلام اظن واضح. طيب احنا بنتكلم ده في الحالة العادية. طب في حالة المستبقين، عدد الفرق المستبقين هي ما بتتغيرش اهي، افتح قوس كده اكتب مثلا وليكن عندي 11 فريق هيلعبوا برضه بطولة خروج المغلوب من 3 مرات ناقص 1، يبقى ال 11 في 3 ب 33 ناقص 1 يديني 32 مباراة. دي كده احنا عرفنا ان هو في حالة ايه؟ ان البطل هزم المباراتين بتوعه. طب في حالة ان هو ما هزمش خالص، يبقى ال 32 دول ناقص المباراتين اللي هو المفروض كان يتهزمهم وما تهزمهمش، يطلع لي 30 مباراة. حلو كده؟ طيب لو قلنا على 4، يعني اللي هو خروج المغلوب من 4 مرات، برضه في حالة المستقبل 11 في 4 ماشي، ناقص 1 بيساوي 44، ناقص 1 بيساوي 43. في حالة إن هو خسر مباراة، يعني في حالة إن هو خسر بقى هنا 3 مباريات، يبقى هنا إيه 42، لأن هو كده يعني استنفذ مره من المرات بتوعه، استنفذ مرتين من الثلاثه بتوعه فاصبحوا ايه 42. طيب في حاله ان هو خسر مباراتين بس يبقى 42، في حاله ان هو خسر مباراه واحده وهكذا بقى احسب، فاهمني؟ كل ما بتنزل، يعني هو المفروض
اسمها خروج المغلوب من 4 مرات، هو خسر 3 بس، لان لو خسر 4 ما يبقاش هو البطل. فانت ايه، احسب بقى ومش كده مع نفسك تدريج. في النهاية احب اشكركم طبعا على المشاهدة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشير المعلومات لزمايلك عشان خاطر يوصل لهم المعلومات.